السلام عليكم، معكم دكتورة داني بشوار، استشارية طب أسرة من المملكة المتحدة. أنا في حلقات سابقة تكلمت على سبب فتح القناة، حتغطاها حاليا ونحاول يعني نختصر الوقت ونخش في الموضوع. بس قبل ما نخش في الموضوع، أنا حابة أول حاجة أن أترحم على شهدائنا في فلسطين وأدعي لله الواحد الأحد أن يخلصنا من العدو الصهيوني الغاشم والمغتصب للأراضي الفلسطينية. اليوم اخترت موضوع الاكتئاب نظرا لما تمر به الأمة الإسلامية من ظروف عصيبة، ابتداء من زلزال سوريا وفيضانات ليبيا وانتهاء بقتل شهدائنا في فلسطين وانتهاك الحرمات. حنبدأ أول شيء بقصيدة الشاعر المناضل الفلسطيني المرحوم محمود درويش. والقصيدة والشعر بعنوان لا شيء يعجبني. يقول مسافر في الباص: لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاوة على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق: انتظر الوصول إلى المحطة وأبكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي: ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي: ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة، فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة، فانطلق. أما أنا فأقول: أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر. الشاعر كان قاصد بالباص الوطن، والوطن فيه من جميع الفئات المختلفة، من الجامعي ومن السيدة اللي فقدت ولدها والجندي. والقصد بلا شيء يعجبني هي المظاهرات والاعتراضات. والشخص المشهور اللي كان يقول في القصيدة هو أيضا لا شيء يعجبه، لكن هو تعب. هي قصيدة عبقرية، هو كان قصد بها الوطن، لكن هي ممكن القصيدة هذه ممكن تستخدم حتى أن تعبر على الشعور الإنسان اللي يمر بالاكتئاب. لأن الإنسان يمر بالاكتئاب ما فيش حاجة تعجبه، يفقد الشغف والحب في الحياة. الاكتئاب هذا موضوع هلبة كبير. يعني بالنسبة لي الطبيب اللي هو الأسرة في بريطانيا، يعني كان أقول لك أنا لما خدمت كان أقول لكم إن ممكن العيادة بتاعتي للصبح أول ما نشوف اللي هو عدد البيشنس، النسبة كبيرة منهم يعني فوق النص أكثرتهم جايين بالاكتئاب اللي هو ديبرشن، والاكتئاب مرات يكون مصاحب بالقلق. وهذا اللي الناس اللي جي تطلب في العلاج، يعني في ناس مرات مش يعني ما تعرفش إن هي عندها أصلا اكتئاب. وبالنسبة للمجتمعات العربية، هذه حاجة طبعا أنا هنتكلم عليها في المحاضرة هذه أو في الفيديو هذا، اللي هو المجتمعات العربية وصعوبة أن الشخص العربي أو المجتمعات يعني بصفة عامة يعني الإسلامية حتى كلها يعني حتى مش شرط العرب، يعني حتى الباكستان اللي جاي من الشرق الأوسط، صعب أن هم مرات يبدأ مرات هو عنده يعني أعراض متاع اكتئاب، لكن صعب أنه هو يطلب العلاج، وصعب مرات حتى يعرفه. أوكي. أول حاجة هنبدأ بالأعراض متاع الاكتئاب. كيف واحد يعرف أنه عنده اكتئاب؟ أنت طب تسأل، أنا منسألك طب سؤالين باين، أو منسألك أنت سؤالين. سؤال أول، وهذا طبعا عادة الأسئلة اللي يسأل فيها لك مثلا اللي هو الطبيب
بالنسبة لبريطانيا كطبيب الأسرة لو أي واحد عنده اكتئاب يقولوا لهم سكرينينج، يعني معناها أنه هو بيشوف هذه أسئلة بيشوف بها لو عندك اكتئاب، يعني مش معناها أنه 100% في اكتئاب، لكن معناها في احتمال أنك أنت تعاني من الكآبة اللي هو depression بالإنجليزي. أول سؤال، هل أنك أنت فقدت الشغف في الأشياء اللي كنت تستمتع بها من قبل؟ يعني هل كنت مثلا تحب تدير حاجة معينة، مثلا تحب تطلع مع أصدقائك، أو تحب تتفرج على تلفزيون، برنامج معين، رياضة معينة، هواية معينة، قراية، شغل، تستمتع بالشغل بتاعك؟ لو كان مرة مثلا تستمتع أن هي تمشي للمحلات، تدير شوية شوبينج، تمشي العراس، تمشي مزين، يعني حاجات زي هذه، يعني كان عندك قبل أنك أنت enjoyed تحبها، تو حاليا خلاص تقولين يعني زايد ناقص بالنسبة لي. السؤال الثاني، هل عمرك ما حسيت انك انت ما فيش فايده من وجودك، يعني وجودك من عدمه ما فيش فايده، تحس بالياس اللي هو hopeless بالانجليزي يقولوا له؟ لو انا جاوبت على واحده من الاسئله زوز الاسئله هادو بنعم، معناه في احتمال كبير ان في كآبه، فمعناه بنشوف احنا الحاجات الثانيه باهي، والحاجات الثانيه هي اللي تقول لنا والله لو في عامل كآبه ولا لا. أول حاجة النوم، كيف النوم بتاعك؟ الناس اللي عندهم اكتئاب عندهم مشكلة إن مرات إن هو ما يقدرش ينام في الليل، ما يعني يقول لك أنا أول حاجة عندي أرق، باهي؟ والأرق طبعا مش شرط إن هو يكون عنده اكتئاب، مرات هو عنده استرس لأن والله عنده امتحان، ولا مثلا توفى لحد في العيلة، ولا عنده دين كبير، ولا عنده سبب معين. يعني مش شرط انه هو معناها هو مكتئب، يعني ممكن مرات هو جاء يعني مزاجه بدي مش قوي لانه مثلا ناقص نوم، اوكي؟ وحنتكلم بعدين على انه كيف في العلاج، شنو هي خطه العلاج لو في حاله ان شخص عنده نوم، وكيف ان الدكتور يفرق ما بين هو فعلا عنده اكتئاب او انه هو اللي بسبب نقص نوم، اوكي؟ حاجه ثانيه طبعا بالنسبه لي النوم، زي ما قلت الشخص اللي يعاني من الاكتئاب يا اما انه ينقص نومه، او الحاجه الثانيه العكس انه ديما يبي ينام، ديما يبي يرقد، يعني تلقى مثلا يقول لك والله انا يعني كان عندي قيلوله في العشيه، نمت في العشيه، لكن برضو حتى في الليل برضو رقدت في الليل وخلاص، يعني مش ما عنداش اي طاقه انه هو يؤدي مهامه اليوميه، كل حاجه يشوفها صعبه. هذه أول حاجة. الحاجة الثانية الشهية، الناس اللي عندهم كآبة يعانوا طبعا من مرات ما فقد الشهية، مرات يقولك أنا خلاص أنا ماش عندي ناكل أي شيء، ومرات العكس يبدأ عندهم over eating، معناه أنه هو يبدأ يأكل بشراهة لدرجة أنه هو يسمن بشكل مش طبيعي، أوكي؟ الحاجة الثانية طبعا اليوم مهمة هلبة، إنسان اللي عنده اكتئاب مرات تجيهم اللي هو أفكار أنه هو الأفضل لي إنه هو يكون ميت، أو إنه هو والله يقول لك أنا I'm better off dead، معناها لو كنت ميت كان خير لي، أو إنه مرات هو مرات حتى يفكر إنه ينهي حياته أو ينتحر، ومرات يفكر إنه هو حتى مكتئب، ما هو مكتئب في منهم تجيهم أفكار إنه والله ممكن مرات بيأدي غيره. فالحاجات هذه كلها يعني عادة أنت الدكتور متاعك مفروض يشرح، يعني يشرحك، أو أنت لو حسيت أن عندك حاجات زي هذه معناها بالإنجليزي كلها red flags، معناها وأنا شرحت عليها من قبل red flags في فيديو تاني، يعني هذه حاجة يعني معناها لازم تبي إن يعني لازم urgent، لازم أنك يعني بشكل طارئ أنك أنت تكلم الدكتور متاعك، لأن هذا مش شعور طبيعي أنك أنت تحسها. يعني في الكآبة فيها درجات، في الكآبة البسيطة، وفي الكآبة هذه تعتبر من الكآبة يعني اللي تعتبر يعني خطيرة، أن واحد أنه هو يتمنى أنه هو يموت. حاجة تانية طبعا، الناس اللي عندهم كآبة مرات تصاحبهم هلاوس، ومرات يبدي يسمع في الأصوات، وهذا دل أن الكآبة متاعته مش مجرد كآبة مثلا لأنه هو صارت له حاجة اكتئب منها، لا، لأنه هو ممكن مرات تكون في حاجات تانية اللي هو نفسية، مرات تانية نفسية مثلا برضو تجيب الكآبة وتجيب الهلاوس، وفي الحالة هذه عادة يشوف اللي هو الطبيب النفسي، لأن في أمراض تانية مثلا زي الشيزوفرينيا، زي القطب، هذه كلها حاجات تجيب الهلاوس، انه واحد يبدا يسمع في اصوات، ومرات الاصوات تبدا تقول له انه هو يأدي نفسه، تقول له مثلا ما احاول ان اقفز مثلا، او معلش انا نحاول ان الكلام الليبي متاعي نحاول ان نغيره شويه للعربي، باش حتى العرب اللي مش ليبيين يفهموا، لكن مرات يبدا يقول له ائدي نفسك مثلا، اجرح نفسك، ولا اقفز من العماره، ولا اي شيء هيك يعني.
عامل تاني طبعا من العوامل اللي تؤدي الكآبة، طبعا إنسان يعاني من الأمراض المزمنة، يعني زي مثلا الناس اللي عندهم لما حفظنا السرطانات وهيك، هادو عرضة أنهم يتعرضوا أمراض مزمنة. حاجة تانية طبعا الرجالة، لاحظوا أن الرجالة اللي عندهم بدات اللي مش متزوجين اللي هو في منتصف العمر، برضو هذا عرضة أنه هو يكتئب أكثر من النساوين. الكآبة مرات تكون مصاحبة بالقلق حتى هي، يعني لاحظوا أن الإنسان عنده كآبة مرات يعاني حتى من الأنزايتي، القلق ومشاكل في النوم. وحاجة تانية طبعا بالنسبة لي الكآبة، الإنسان عنده كآبة مرات مرات هو يبدأ مش داريان بالكآبة بتاعته، لكن هي جي على هيئة أنه هو يكون عدواني تجاه الآخرين. حاجة ثانية طبعا الدكتور متاعك حيسأل هالك على العمل، انت شن تخدم؟ مرات انت تخدم في بيئة كلها استرس وكلها عراقات ومشاكل، وتؤدي الى انك انت تروح متنرفز ومتضايق وخلقك ضيق. وحاجة ثانية طبعا العائلة حتى هي، مرات واحد عندها مشاكل عائلية، عنده طلاق، عنده مشاكل أسرية، وبرضو حتى هذا يكون عامل ان هو يخش في كآبة. او لو عنده حد من العيلة مريض، برضو حتى هو يكون عرضة كبيرة انه يخش في كآبة. الاكتئاب والمجتمعات العربية طبعا هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لي أنا أتكلم على أنا خبرتي في بريطانيا. الإنجليز يبدأ هو عندهم وعي، يعني لو يقول لك أنا والله يعني عندي نحس بالاكتئاب، أنا مش عارفة الأعراض اللي عندي هل هي اكتئاب أو لا، يعني يبدأ عندهم شوي يكونوا open للقصة هذه متاع اللي هو depression. بالنسبة للمجتمعات العربية عندهم نظرة عندهم أن هذا معناها ضعف، هذا معناها ضعف الإيمان أو ممكن ضعف الشخصية، لأن واحد مثلا قال والله أنا عندي ممكن اكتئاب، مصاب أن هم مثلا يمشي للدكتور متاعه ويقول والله أنا عندي اكتئاب، هل في حل، هل في جلسات نفسية أو كذا. طبعا في منهم هلبة منهم يعني مقتنعين بحكاية السحر والعين، وهذه طبعا موجودة في القرآن وتكلمت عليها من قبل في محاضرة من قبل متاع القلق، يعني ما نقدرش ننكرها، لكن ما نقدرش نحطها هي شماعة كل حاجة. يعني مرات هو فعلا إنسان خاش في اكتئاب وهو مش قادر يعني، ويبي حد يساعده، يبي دكتور متاعه يقف معه ويساعده، لكن مش قادر. لما يجي يتكلم يقول لا 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 أنت مش قوي، ولا مثلا أنت بكشي عينوك تو ولا ما طلعت ولا حاجة. واحدة من العراقيل الثانية اللي تواجه المجتمعات العربية طبعا شخصية هذا بالنسبة للنساء السحر والعين هم اللي عندهم الشيء هذا أكثر، لكن بالنسبة للرجال اللي هو شخصية الرجل الشرقي متربي من هو صغير إنه يكون قوي وإنه يربوه إنه هو يكون الرجل الألفة، هذا مصعب جدا أن يمشي للطبيب متاعي يقول له أنا والله عندي اكتئاب. وأنا اللي خايفة منه إنه لو إنه هو فعلا مر باكتئاب، يعني هو الاكتئاب لما تجي تشوف السبب متاعه القوة أن السبب أنه يبدأ الكيمياء الموجودة في الدماغ نفسها اللي هو المسؤول على السعادة، السيروتونين هو الهرمون المسؤول على السعادة اللي هو الهابي هرمونز هابي كيميكلز، هذه للأسف تبدأ تنقص في الإنسان اللي عنده اكتئاب. فعلى خطر هيك هو، وعلى خطر هيك حتى الأدوية اللي يعطوا فيها لهم تزيد من نسبة اللي هو الهرمونات السعادة اللي هو السيروتونين. فهو يعني شيء عضوي، يعني هو عضوي ونفسي في نفس الوقت، يعني كلها دائرة واحدة. فتخيلوا ان واحد مثلا جاي من مجتمع يقول لك ان انت لازم تكون قوي وانك انت كيفك، يعني مثلا تبكي او كيف انك انت زعلان ولا لا انت في، فهو خلاص هو مش حيتكلم. هي المشكله ان انسان ما تكلمش شنو حيصير مع الوقت يمر الوقت وهو يعاني من الشيء هذا، والشيء هذا للاسف ما قاعد هيك ما فيش فايده انه هو ديما عنده يعني عنده المشكله هذه بتاع الاكتئاب. فهي للاسف حتطلع بشكل تاني، حتطلع ممكن ان زي ما تشوف يعني المجتمعات العربية مثلا في ليبيا، حتشوف مثلا ممكن تطلع في السواقة واحد يبدأ يعيط لما هو يسوق، او ممكن تطلع مرة للأسف ان هو مثلا يروح للبيت ويعيط على مرته او يعيط على صغاره او يبدأ روحه في مناخيره، فحتطلع بشكل تاني يعني. وهذا مش it's not fair، هذا مش عادل بالنسبة لنفسه أول حاجة وبالنسبة للناس اللي حواليه. وعلاش يعني هو في علاج واحد يأخذه، علاج طبعا أكيد نقش ننكره، علاج اللي هو القرآن والأدعية، لكن برضو حتى في علاج طبي. أوكي، طبعا احنا تكلمنا عن الاكتئاب،
باهي شن هو الأعراض وشن يعني شن شن الأعراض الخطيرة، لأن واحد والله لو حس روح إنه هو بينتحر ولا بيأدي نفسه، يأدي نفسه شن الحاجات اللي عادة اللي أنا شفتها في بريطانيا، الناس كيف تأتي فرحة في بريطانيا، إنه هو مثلا هو يقولها سلف هارمينج، هذه مهل بين كاترة، إنه مرات والله يأخذ أوفر دوز، يأخذ جرعة زايدة، أو مرات يجرح نفسه أو أي شيء هيك. يعني نتوقع أن هذه ما تكونش موجودة بكثرة في المجتمعات الشرقية، لكن إذا النفس مرات تكون إن واحد ديما يلوم على روحه وديما يحس نفسه إن هو يعني ديما يبدأ ديما يحس بالغضب اتجاه نفسه. أول حاجة بالنسبة للعلاج، يعني من المريض لو إنه هو لو إن عنده مشكلة هو في النوم، ماهي لو إنه مثلاً واحد عنده ستريس نتيجة امتحان، أو والله لو اللي هو توفى لحد من العيلة وما قدرش إنه هو ينام في الليل، أي واحد ينام أقل من أو يرقد بأقل من 8 ساعات في الليل هذا معرضة إنه هو ممكن يصير اكتئاب. as long as مادام هو ما فيش اللي هو الحاجات الخطيره ان هو بينتحر وبيأدي نفسه او بيأدي غيره او يسمع في الهلاوس، معناه في الحاله هذه لو هو عنده مثلا مش قادر ينام في الليل لخاطر سبب معين، most likely الطبيب، انا تو كنت اتكلم على البرتغالات في بريطانيا، الطبيب حيعطيك منوم لمده اسبوعين، باهي حيقول لك خذ المنوم هذا، المنوم هذا عاده يعطوه لك ان هو ما يسببش ادمان. ومرات لو انا واحد خلاص يعني مش ديات يعني ما اثرتش يعني حس ان هو تعبان هلبه مشكله النوم، مرات يضطروا يعطوهم حتى منومات تكون شوية أقوى، يعني شوية قوية على المدى البعيد ممكن تسبب اللي هو ممكن إن هي تسبب إدمان. اللي عادة يعطوا فيه اللي هو حاجة اسمها بروماتيزين، بها يعطوا فيه دوزة صغيرة هذه ما تسببش إدمان. والحاجات الثانية مثلا يعطوا فيها اللي هو الجماعة الأطباء يعرفوها اللي هي زوبيكلون، مرات يعطوا دوزة صغيرة منها باهي، ويشوفها بعد اسبوعين. لو قالك والله انا النوم بتاعي تحسن ولات كويس والكآبة بتاعتي مشت، معناه خلاص معناه مصلاك الكآبة بتاعتها كانت نتيجة لان هو كان عنده ستريس مثلا امتحان وكذا واثرت له على نومه واثر له على مزاجه. لو هو بعد اسبوعين حتى مع المنوم برضو المزاج بتاعه قاعد متضايق، معناه هذا معناها فعلا هو عنده كآبة. والكآبة مرات تجي هي نتيجة ان هو فعلا يعني ان هو مرات تجينا في سبب زي ما قلت الأسباب اللي هو ذكرتها من قبل، ومرات تكون من غير سبب. في بعض الناس يجيهم هيك وخلاص الكآبة، وفي طبعا الكآبة نسوين ممكن يجيهم الكآبة قبل الدورة الشهرية وأثناء اللي هو السن المينوبوز اللي هو سن النضوج، مرات انقطاع الطبع حتى هو مرات تكون عرضة للكآبة. أهم حاجة في علاج الكآبة إن أول حاجة التفكير الإيجابي، باهي إن الإنسان شو معنى التفكير الإيجابي؟ معناه إن الإنسان يعني كيف إن هو يتقبل إحباطات الحياة. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال وخلق الإنسان في كبد، يعني ربي خلقك وعارف إنك أنت عايش يعني عايش في الحياة اللي دول اللي ربي أعطاها لك صعبة حيكون فيها عراقيل، فكيف انك انت يعني تعيش بالاحباطات والخيبات متاع الحياة باهي، وكيف انك انت تتخطاها. فهذه اول حاجة، وهذه عادة حيساعدك اللي هو الدكتور النفسي اللي يعطيك اللي هو الجلسات النفسية، هو اللي حساعدك في الحاجة هذه اللي هو السايكولوجيست. ومرات حتى مثلا رياضة التأمل ورياضة نفسها لما واحد يديرها تزيد من اللي هو نسبة اللي هو زي ما قلتنا اللي هو الكيميكال هرمونز اللي هو الهابي هرمونز اللي هو زي مثلا اللي هو السيروتونين اللي سبب اللي هو نقص متاعي سبب الكآبة، لكن زيادة متاعته طبعا تخليك سعيد. هذا خطريك واحد لما يدير رياضة ويجري يحس بعد أنه يبدأ يضحك فرحان، والوحدة لما ترقص تحس روح أنه فرحانة. طبعا اول حاجه اللي هو المريض عاده الشخص اللي عنده اكتئاب الجلسات النفسيه طبعا ممتازه جدا، ما هي هم عندهم وقت اكثر من طبيب الاسره في بريطانيا، طبيب الاسره عاده عنده 15 دقائق، بالنسبه لي الجلسات النفسيه عاده يعني ياخذ حتى ل 40 دقيقه ويبدا يعطيك حتى واجبات تديرهم في الحوش مثلا اونلاين، فيديوهات تشوفهم حاجات، هذه كويسه. مرات حاطه بعض من العقاقير يعني هو يقولهم الانجليزي انتي ديبرسنتس، واحده من الحاجات المهمه يعني مشهوره نعطيها في بريطانيا مثلا السيرترالين، نبدأ بدوز صغيرة وبعدين نزيد الدوز. طبعا هذه حاجات أدوية ما ينفعش أنت تمشي تأخذها من الصيدلية في ليبيا، وأنا ديما أو في دول عربية، لو أنت قاعد في دول عربية لازم يعطيها لك دكتور، لأن تبي مونيتورينج فيها
أعراض جانبية زي أي دواء. أعراض جانبية متاعها إن هي تبدأ تخدم بعد 4 أسابيع. It gets worse before it gets better. معناها إن هي يعني في الأول تحس إن بالعكس ممكن الكآبة متاعتك تزيد سوء وبعدين لك تبدأ تتحسن. مرات يجي في مصاحبة مرات مع صداع، مرات يجي مع ألامات في فم المعدة. لو كان واحد صغير في السن تحت 30 سنة، مرات لو هو عنده أفكار إنه يبي ينهي حياته هي ممكن انسداد. فالخطر هيك حتى لو الدكتور يبدأ لك فيها لازم يشوفك بعد أسبوعين وقاعد يتابع فيك، ومرات ما تخدمش الدوز الصغيرة فيك وقاعد يزيد في الدوز كل مرة. دواء تاني متاع أنتي ديبرسنت يحب يستخدمه فيه اللي هو السيتالوبرام، مرات فلوكسيتين ومرتازيبين، وفيه فنفلاكسين، وفيه عدة أنواع باهي من الأدوية. الفولو اب والمتابعة مع الطبيب مهمة هلبة. زي ما قلت أي أفكار إنه واحد والله لو أنا واحد بيحس روح إنه هو بيبي ينتحر أو أي شيء، مفروض على طول فوري يكلم دكتور النفسي ويكلم شخص هو عنده ثقة به، شخص non judgmental. شو معنى مش هيقعمز، مش هيقعد judging him، مش هيقعد يقول انت عندك نقص في الشخصية او عندك ضعف الشخصية او انت ما كيفك. لا، ان هو شخص فعلا يحتوي ويسمع له ويعرف ان هو مش وحيد يعاني منه. كل إنسان على فترة معينة من حياته أو أكثر من فترة، يعني على عدة فترات، إنه في حياته ممكن يكون معرض إنه هو يكتب، وخصوصا مع الوضع الحالي توا مع المشاكل والمشاكل العصيبة اللي تعرضت لها الأمة الإسلامية والأخبار. صراحة تجيب نكد، يعني واحدة يعني نكد على نكد على نكد. فهذه كافية أن هو فعلا واحد تخلي له مزاجه مش ولا بد. أهم حاجة أن واحد كل يوم لازم يقرأ الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. شكرا على الاستماع، بارك الله فيكم. لو في أي سؤال وأي شيء بالله يخلوه في الكومنتس. شكرا معكم، كانت دكتورة داني بشوير، مع السلامة.